السلام عليكم. دلوقتي لو انت عايز ترسم اي شكل هتروح لانسيرت ومن شيب هتبدأ تختار الشكل اللي انت عايزه وتبدأ ترسمه بالشكل ده. طيب لو في شكل مثلا مش لاقيه فانا ممكن اروح لدرو واقول له انكود شيب، تمام، وابدأ ارسم الشكل كده. هو يبدأ ان هو يحاول يشوف اقرب حاجة ليه، يعني ممكن ابدأ ارسم ساحة مثلا لفوق بالشكل ده. هو بيحاول يدرس كل الاشكال اللي موجودة ويجيب لي اقرب شكل لي اللي انا عايزه. يعني ممكن تكون مثلا عايز ترسم دورية مش لاقي دورية، هو يحولها لك ليه الشكل دوت. ممكن مثلا عايز ترسم مثلث، اهو تمام، ممكن ترسم مثلث مثلا بالشكل دوت، فيبدأ ان هو يرسم لك حاجة اللي انت عايزها. وبعد كده تدوس سكيب وتبدأ تعمل سيليكت على الحاجة بحيث ان انت لو انت عايز تعدل فيها دي مثلا اللون دوت زي ما انت عايز تقدر تتحكم فيه بالشكل ده.